قالت هيئة الأركان المسلحة الأوكرانية إن القوات الروسية شنت خلال الساعات 24 الماضية 24 غارة جوية وأكثر من 80 هجوما بأنظمة صاروخية على عشرات البلدات والمدن الأوكرانية. وأكدت الهيئة أن أكثر من 20 منطقة سكنية تعرضت لأضرار في خاركيف وبولتافا وتشيركاسي وخيرسون وميكولايف. من جانبه شن الجيش الأوكراني 21 غارة على مناطق عسكرية روسية وتمكن من إسقاط 10 طائرات مسيرة من طراز شاهد 136 ومن طراز أورلان. في غضون ذلك أعلنت هيئة الطاقة الأوكرانية توقف نشاط محطة زابوريجيا بالكامل بسبب القصف الروسي. وذكرت شركة الطاقة النووية الأوكرانية إنرجواتوم أن الكهرباء انقطعت عن المحطة بعد قصف أدى إلى تدمير خطوط الضغط العالي، ما يعني أن المحطة تعمل الآن باستخدام مولدات الوقود فحسب. وأضافت الشركة أن المحطة لديها وقود يكفي لتشغيل المولدات 15 يوما. يبحث وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى اليوم في مدينة مونستر الألمانية سبل تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن المؤتمر يأتي في وقت شديد الحساسية، مشيرا إلى أن المجموعة تمثل آلية تنسيق حيوية للتوجهات بشأن القضايا الأكثر إلحاحا. وكانت مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة كادري سيمسون ذكرت أن أوكرانيا بحاجة إلى معدات وأدوات محددة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة، مضيفة أنه يتعين حث الشركات الأجنبية على إعطاء الأولوية لنقل المعدات ذات الصلة بالقطاع إلى أوكرانيا. ينضم إلينا من موسكو مراسلنا محمد حسن، وكما ينضم إلينا من مدينة مونستر الألمانية مراسلنا مكسيم العيسى. أبدأ معك محمد حسن. من موسكو، شركة إنرجواتوم ألقت بمسؤولية الأضرار التي لحقت بمحطة زابوريجيا للطاقة، ألقتها على قصف روسي. كيف ترد موسكو على هذه الاتهامات؟ وعلى لسان الكثير من المسؤولين الروس وعلى رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دائما تؤكد على أن الكلام واتهام موسكو بأنها هي التي تقصف محطة زاباروجيا هو محض افتراء أو هراء إن ترجمنا هذه الكلمات حرفيا، لأن موسكو تقول أو بوتين يقول أن موسكو هي التي تسيطر على المحطة النووية، فكيف لها أن تقصف نفسها؟ وفد وكالة الطاقة الدولية الذرية زار محطة زاباروجيا النووية، وحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض أن يسكن في الفندق وإنما يسكن ضمن هذه المنشأة، ويؤكد بأن روسيا هي التي تسيطر على هذه المنشأة، فكيف لدولة تسيطر على منشأة أن تقوم بقصفها؟ طلب من روسيا مرارا بإبعاد الأسلحة الثقيلة منها، ولكن روسيا على قناعة بأنه إبعاد هذا السلاح الثقيل سيؤدي إلى فقدان أمن، أو لا يمكن لروسيا أن تضمن أمن هذه المحطة النووية إن تم إبعاد الأسلحة أو الدفاعات العسكرية منها. لذلك الموقف الروسي دائما على كل هذه الاتهامات يأتي في هذا السياق. نعم محمد، ينضم معي الآن محمد الزاوي من كييف. محمد، ما هي آخر تطورات في زاباروجيا؟ محمد الزاوي إذا كنت تسمعني، ما هي آخر تطورات في زاباروجيا بعد توقف نشاط محطة زاباروجيا للطاقة؟ نعم ماجد، ما يذكره الجانب الأوكراني هو القصف الروسي على خطوط ربط الإمدادات بين شبكة الطاقة
الكهربائية الأوكرانية ومحطة زابوريجيا للطاقة النووية. هي اتهامات متكررة تزايدت خلال الساعات القادمة مما انقطع أو مما قطع أدى إلى انقطاع تام لشبكة الربط بين هذه المحطة وشبكة الطاقة الكهربائية الأوكرانية. ويقول الجانب الأوكراني بأن المحطة الآن يتم تشغيلها من خلال مولدات الطوارئ التي لا تكفي إلا ل15 يوما. إلى جانب ذلك ما زالت الاتهامات الأوكرانية تتكرر للجانب الروسي بقصف مناطق أوكرانية انطلاقا من تلك المعدات العسكرية الروسية المنتشرة في محيط هذه المحطة وفي داخل هذه المحطة. على سبيل المثال منطقة أو مدينة نيكوبول الواقعة في منطقة دنيبروبيتروفسك في الجهة الأخرى من نهر دنيبر تقصف كما يقول الجانب الأوكراني وكما تقول الرواية الأوكرانية انطلاقا من الآليات العسكرية الروسية من هذه المحطة. طبعا وعلى العموم الجانب الأوكراني ما زال يشير إلى أن محيط هذه المحطة وأغلب البلدات الواقعة في زاباروجيا تشهد توترا مستمرا بين القوات الأوكرانية وكذلك القوات الروسية. ابقى معي محمد، انتقل إلى مكسيم العيسى. مكسيم، يعني وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى اليوم ستبحث في مدينة مونستر سبل تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا. دعنا أكثر في أجندة هذا الاجتماع والمتوقع منه. نعم ماجد، بطبيعة الحال الحرب الروسية على أوكرانيا تقع على رأس أجندات هذين اليومين قمة مجموعة دول السبع على مستوى وزراء خارجية تلك الدول. سيكون هناك مؤتمر صحفي بعد حوالي ساعة من الآن لكل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ويفتتح المؤتمر تقريبا بعد حوالي ساعتين القمة. طبعا هناك يعني الأزمة الأوكرانية على رأس أجندة هذه القمة. يبدو بأن الأوروبيون يعني بالإضافة إلى دول أخرى في مجموعة السبع والضيوف ضيوف هذه القمة هما دولتان من إفريقيا كينيا وغانا، يعني الجميع سيناقش هنا بالدرجة الأولى كيفية استكشاف طرق جديدة، وفق ما ورد في التصريحات الأوروبية استكشاف طرق جديدة لدعم أوكرانيا خصوصا في قطاع الكهرباء والطاقة بعد التطورات الأخيرة في أوكرانيا وتدمير قسم تقريبا حوالي ثلث يعني مصادر الطاقة التي تزود أوكرانيا بالكهرباء. سيناقشون وزراء الخارجية هذه النقطة بالدرجة الأولى. أيضا الملف الصيني على رأس أجندة هذه القمة خصوصا بعد القرارات الأخيرة المتخذة من قبل ألمانيا من قبل المستشار الألماني أولاف شولز بسماح لشركة كوسكو الصينية بالاستثمار بنسبة 25% في ميناء هامبورغ، إضافة إلى أزمتي المناخ والطاقة مع دول أفريقيا والدول الأخرى. كل هذه القضايا ستناقش خلال هذين اليومين، ولكن على رأسها كما ذكرت موضوع يعني المساعدات التي ستنقل إلى أوكرانيا ستقدم إلى أوكرانيا فيما يتعلق بموضوع الطاقة وأمن الطاقة والحفاظ على تزويد أوكرانيا بالكهرباء بعد أن تم تدمير حوالي ثلث هذه المصادر. شكرا لكم مراسلينا مكسيم العيسى، محمد حسن، محمد الزاوي على مداخلاتكم.